على كل مشاهدينا، للمزيد حول تداولات الأسواق العالمية ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام، محلل مالي أول في مجموعة أكويتي. سيد أحمد أهلا وسهلا بك. سيد أحمد، هل فعلا يعني توافق التوقعات بأنه البنك المركزي الأوروبي سوف يكون أول بنك مركزي يقدم على خفض الفائدة في شهر يونيو؟ يسعد صباحك لارا، شكرا للاستضافة. نعم، أتفق تماما أنه بنك أوروبا قد يكون أول البنوك الذي يفتتح التجارة حول تخفيض أسعار الفائدة. عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية على ما أعتقد هي قد تكون دافع، ليس فقط من ناحية التضخم عند قرابة 2% عند قرابة المستهدف، لا بل أيضا عند قراءة النمو الاقتصادي. يعني المعايير حاليا بين التضخم والنمو الاقتصادي قد تكون دافع تام بالنسبة لبنك أوروبا، ليس فقط انتصارا على التضخم لا بل دافع خوفا من الركود. بكل تأكيد بنك أوروبا أو الاقتصاد الأوروبي قد دخلوا في مرحلة الركود التقني في الفترة الماضية. خروجهم من الركود التقني اللي حتى الآن قد يكون هناك بعض المخاوف، قراءات مسطحة للنمو الاقتصادي قرابة 0%، على ما أعتقد هي دافع أساسي لبنك أوروبا لتغيير النهج، تغيير السياسة النقدية. من ناحية النبرة أعضاء أوروبا، على ما أعتقد الجميع مجمع بشكل كامل حتى على رأس كريستين لاغارد اللي كانت معارضة لتخفيض أسعار الفائدة، الإجماع بات واضح بالنسبة لنبرة بنك أوروبا حول تخفيض أسعار الفائدة شهر 6. لكن يبقى السؤال هنا لارا، هل سوف يتجه بنك أوروبا لتبني فكرة دورة تسهيلية؟ على ما أعتقد قد يكون لا، تخفيضين أسعار فائدة قد يكون في هذا العام، ثم مراقبة أسعار التضخم أو أرقام التضخم. مخاوف شديدة هنا لا رب يعني بالنسبة لأرقام التضخم، أن لا يكون هناك فقط التعريف الاقتصادي المتعارف عليه أن يكون هو ارتفاع الأسعار أو غلاء الأسعار، قد يكون هناك مخاوف من ارتفاع غلاء الأسعار. فبالتالي على ما أعتقد البنوك المركزية كما اعتدنا هي رد فعل على البيانات الاقتصادية. الرد الفعلي الحالي قد يكون جيد بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة، لكن قد يكون المستقبل مخيف بعض الشيء بالنسبة للبنوك المركزية، لذلك قد يكون التوقف واجب وحذر واجب بالنسبة للبنوك الأخرى. أرقام مهمة، الكور بي سي اي أو البي سي اي ننتظرها هذا الأسبوع من الولايات المتحدة، آخر أرقام التضخم لم تحمل مفاجآت سلبية، برأيك هل هذا الأمر أيضا سوف نراه في هذه الأرقام هذا الأسبوع؟ أعتقد ذلك. يعني قراءات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يمكن بالفترة الأخيرة من فترة 6 أشهر لم تأتي بمفاجآت، هي أرقام لحد الآن تعتبر جيدة. نعم المؤشر المفضل بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، لكن على ما أعتقد قد يكون المكونات المتواجدة في مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي قد تكون مجحفة بعض الشيء للقراءات الاقتصادية. عند الأخذ بعين الاعتبار بأنه المؤشر المفضل للفيدرالي الأمريكي، نعم قراءات تعتبر جيدة، قراءات ممتازة بالنسبة للفيدرالي الأمريكي للمضي قدما، لكن لا نزال بعيدين عندما ننظر إلى المكونات بشكل كامل لارا. عندما ننظر إلى المكونات سواء كانت من أرقام مؤشر الأسعار المستهلكين، سواء كانت من أرقام النمو الاقتصادي التي قد تكون دافع لارتفاعات التضخم في الفترة القادمة، حتى سوق العمل الذي تراجع في الفترة الماضية قد يكون هناك بعض البرودة، بعض قراءات ناعمة، لكن لحتى الآن لا تزال قراءات جيدة. لذلك الدوافع لحتى الآن قد تعطي الفيدرالي الأمريكي بعض المخاوف من التغيير السياسة النقدية، لكن قراءة مؤشر الإنفاق الاستهلاك الشخصي على ما أعتقد قد تأتي بقراءة كما تعتقدها الأسواق، هي قراءات قد اعتدناها في الفترة الماضية. لا ننسى أيضا أرقام مهمة، ثقة المستهلكين يوم غد من الولايات المتحدة. طيب دعني أنتقل إلى بنك إنجلترا. الآن الرهانات بإمكانية الخفض تراجعت بعد أرقام التضخم الأخيرة من بريطانيا التي تراجعت بأقل مما كانت تتوقعه الأسواق، وبالتالي متى تتوقعون أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة؟ يمكن لارا الأسواق تحركت بناء على المشاعر، بناء على عواطف بالنسبة لقراءة التضخم. على ما أعتقد قراءة 2.4% تعتبر قراءة قريبة من 2.3% التي كانت متوقعة، لكن هي الأسواق أشارت إلى بعض المخاوف هو التضخم، التضخم الخدمات، تضخم الخدمات في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال راسخ، لا يزال هناك قراءات تضخم خدمات عنيدة في الاقتصادات، لذلك قد يكون هناك بعض المخاوف لتخفيض أسعار الفائدة. لكن لا أزال أميل إلى أن بريطانيا قد تتجه لتخفيض أسعار الفائدة في شهر 6، ليس فقط بسبب قراءات الاقتصادية 2.4% والخوف أيضا من التضخم الخدمات الذي قد يدفع بنك بريطانيا للتغيير، لكن هناك مخاوف بأن قراءات النمو الاقتصادي هي قريبة من مرحلة الركود. أعتقد أنه بنك بريطانيا قد لن يخاطر في الفترة القادمة دخول مرحلة ركود، حتى الوصول إلى مرحلة ركود لفترة زمنية طويلة، لأنه بكل تأكيد بريطانيا والاقتصاد البريطاني بعد التخارج من الاتحاد الأوروبي قد يكون وضعه شائك بعض الشيء قياسا بالاقتصادات الأخرى. لذلك
أعتقد بأن بنك بريطانيا قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة في شهر 6 خوفا من دخول ركود لفترة زمنية طويلة، طبعا بالإضافة إلى مرحلة الانتخابات. بكل تأكيد مرحلة الانتخابات قد تكون تخفيض أسعار الفائدة مهمة جدا بالنسبة لريتشي سوناك في الفترة القادمة، حتى أن بكل تأكيد عندما ننظر إلى الأمور المالية في اقتصاد بريطانيا قد تكون مخيفة بعض الشيء، لذلك قد يكون الألم أو تخفيف الألم على الشعب البريطاني واجب. بكل تأكيد شهر 6 أو شهر 8 ليس الفرق الكبير، ليس هي فترة كبيرة فترة زمنية طويلة، لكن أعتقد قد يكون هناك بعض الدفع النفسي في شهر 6 لتخفيض أسعار الفائدة. شكرا جزيلا لك أحمد عزام، محلل مالي أول في مجموعة إكويتي.